مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. معنا هاد السيد هذا اللي موسن مرتو كدير ليه السم في الماكلة، هي والام ديالها يعني نسيبتو. الغرض من هذا الشيء هو انه يموت وتدي ليه وتاخذ الدار. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. عاود لينا القصة ديالك. ما مشينا مزوج على سنة الله ورسوله. السيدة مؤخرا من 2010 لحد اليوم هذا كدير لي السم، وبالضبط يوم 14/9/23 دارت لي السم الترافية. موالف كندير أعشاب، طب أعشاب كنسبحو كنشرب مديلة حسب البرودة. يوم 14/9 ضروني العشوب، عمرهم ضروني. مني شكيت في المشكل درت فيديو، درت تليفون نسجل مع الكاسر وانا كنسوق في العشوب. يعني عندك الفيديو؟ عندي الفيديو دليل بالدليل ملموس. درت التليفون يوم 14/9 سجلت فيديو كتخوي لي كتسكب لي السم في المشروع. من جي ولاد سمك الله؟ عبد الله العزيز. عبد الله العزيز، قبل ما نجي شحال ديال العشره بيناتكم؟ بيني وبين 20-30 عام دوزت عليا عذاب وتكرفيس. شهر 96 1993. عندكم شي وليدات؟ عندي ما وليدات كبروا الحمد لله. غير السيدة بقيت أنا هو راه كتقشد فيا. إلا بقيت أنا هو بغا يستغل الدار. أنت دابا خدام؟ أنا ما خدامش. خدامش. وبسبب هي خرجت. ديالها ساكنة معاكم؟ لا، ما ساكنة في البادية. كيفاش أنت كتبغي وقتك هي وهي والأم ديالها؟ نعم. كيفاش أنت كيديروا لك السم هي وياها؟ يسولوا لي على الدار، وديجا قالت لي راجل اخر سولتي على الدار ديالو نسيبي اخر الله يرحمه، ولحد يوم سولي على الدار سولتي على الدار 13. والراجل ماشي مغربي، بنغلاديشي. انت دابا عندك دارك؟ عندي داري السيف هذا، عندي ابارتمون وحده. بغات تقتلني باش تسافري الدار. علاش ما تقتلك؟ تخليك تيمون الامان. ايه ايه هذا هو المفروض يعني بلا ما يدير. ولكن هي باغا تزرب عليا، باغا تحيدني من 2010. مني جينا استافدنا وهي كتعطيني بالسم. كلشي كنت كنتي ساكنه مقبل؟ كنت كنسكن في الحي محمد الكريم، حي الصبيح. 2010 بديت كنحس براسي ماشي تدناه. انقطعت التدخين وكاع المواد التدخين وشي ديال المشروب ديال الخمور، قاطعت على كل شيء. كنشوف راسي غادي في تاخر. مني شكيت في المشكل درت التليفون بالضبط يوم 14/9/23 سجل ما سجل، وعاودت يوم 21/9 وسجلت. يعني انت مسؤول بهذا الشيء اللي كتقول؟ يعني عندك فيديو؟ انا عندي فيديو، عندي سيديات، وعندي تحاليل، وعندي ورق طبيب. يعني الطبيب قال لك؟ وعندي كاين شهود ديال الناس ديال الوفيات اللي ماتوا، العائلات ديالهم شنو يقولوا. كاين راجل في النواصر قتلت لي ولدو على قبل الارض ديالو، بغات تولد لي الارض ديالو، قتلت لي ولدو. كتسحب راسها بنتها حامله بولد، من قتلات الراجل باش ولد بنتها تولد ولد، تقول لي حق ولدك اعطيه لولدو باش يستغل الارض ديالو. الراجل الحمد لله جاز بنت صبرت عليه، قال لها دي بنتك وشي بحالك. شحال مرة دابا كانت كتحاول تقتل؟ ولا عدت مرات. من 2010 وكل سيمانه كنحس براسي مهلوك من العدد ديالي. يعني انت كتمشي كل ديك السنه؟ كناكل ما كنعرفوش. ملي كتعطي لك مشي عند واحد السي كيرد التوكال ب 4000 ريال ديما، كل سيمانه كنمشي عندو ب 4000 باش نرد. وكنرد والحمد لله. ولكن من اكدت في القضيه هي يوم 14/9/23 تاكدت من القضيه بانك تخوي لي السمن بصح، والتحاليل عندي والفيديو هو عندي والمشروب اللي فيه السم باقي عندي. ثلاثه ديال القراعي المشروب اللي كنشربو على البروده فيهم السم. وكنطالب من الساده المسؤولين، عندي المشروب مسموم يحلوا المختبر
الا ما لقوش فيه مسموم بالقتل الباطئ يسجن ب 10 سنين ديال الحبس. كاين فيديو كاين تحاليل كلشي عندي. السيده شاده بالدارين ملموس بقى قهرتني وكديري السرقه بزاف كسرقني بزاف كنقطع الشهر في الجوا كدور ثلاث ايام والعيال كتقول لي فلان بقات 50 درهم الفلوس هنا الخضره غاليه من اكتشفت ان السيدة كتجيب لي الخضره ديال الغرارم عرام درهم 30 كتجمع كتجيب كفو عامر وخضره لاويه وكدير 4000 5000 كتجي منها والو من السوق هي راه الفلوس كتمشي. نعم اسي قلت من 2010 وهي كدير من 2010 بدا ديال السوق هي 2008 حفظني الله. ما عمرك مثلا مرضت شي نهار شي مرضى 2008 حفظني الله الاولى عرفت في الله 2008 حفظني تبرت مع الفريش حيت راه غريب هادشي يعني غريب لان شي ما كيصدقوش عقل الانسان لان شي ما كيصدقش عقل الانسان انسان في انساني ما يصدقش هادشي هادشي راه واقع كاين وعندي الدليل وكاين الناس عائلة الضحايا اللي توفاو كاينين جوج الناس كاين امرأة قتلت لها راجلها وكاين راجل قتلت لي ولدي على قبل طعمه في الارض ديالو. دابا باش كطالب؟ كنطالب السلطات تدخل لي في الجريمه هذه ويسرعوا لي بالحق ديالي الله يجزيكم بخير. كناشد كل المسؤولين وكل ملجمين واهل السودان الله يجزيكم بخير. خوتي العقدي صافي ما تبكيش الحاج ما تبكيش الله غيدير تاويل بخير الله ياخذ الحق في كل واحد الله ياخذ فيهم الحق يعني علاش بغا تسول عليا الدار ديالي بالقتل بغا تسول عليا الدار بجريمه ملي غادي توفى انت انا غاتاخذ هي اللي غاتاخذ الدار هي وليدها شنو ما جانيش انا ما جانيش انا بولدها احكي لها في راني فيديو من مونطيش راه اسمع بالضحك وكل شيء خرجت انا على برا درت لي السم ما مخلص من مول الضحكين في الفيديو وهذا اللي مونطي غادي نوريه للساده المشاهدين تبارك الله هذا هو اللي كان الله يدير لك الشتاء والخير امين يا رب العالمين.